عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد المشاركة في قمة مجموعة العشرين بريو دي جانيرو في البرازيل. وشارك الرئيس السيسي في القمة بدعوة من الرئيس البرازيلي لولا دي سيلفا، لتكون هذه هي المشاركة الرابعة لمصر إجمالا في قمم المجموعة، بما يعكس التقدير المتنامي لثقة مصر الدولي ولدورها المحوري على الصعيد الإقليمي. استشهد وأصيب 20 شخصا جراء الغارة الإسرائيلية على بلدة السرفند جنوب لبنان. وأوضحت الصحة اللبنانية أن الغارة الإسرائيلية على البلدة أسفرت عن استشهاد 3 عناصر من الجيش اللبناني وإصابة 17 آخرين بجروح، بينهم مدنيون. دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إلى تجاوز كافة العراقيل التي تقف عائقا أمام تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان. وأكد ميلر أن هناك اتفاق بين لبنان وإسرائيل في متناول اليد، ولكن الأمر يتطلب قرارات من قبل الطرفين، مشيرا إلى أن واشنطن حققت تقدما كبيرا في هذا الاتجاه بعد زيارة المبعوث الأمريكي أمس هوكستين إلى بيروت. أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو مارك روتا أهمية إنهاء الحرب على أوكرانيا، وأن الأمن الأوروبي مرتبط بأمن أوكرانيا، وذلك بالتزامن مع إحياء الناتو ذكرى مرور 1000 يوم على الأزمة الروسية الأوكرانية. وشدد روتا على أن دعم أوروبا لأوكرانيا مستمر، وأنه لا يمكن أن يكون هناك سلام في أوروبا بدون سلام لأوكرانيا. شهدت وزيرة التخطيط الدكتورة رانيا المشاط تسليم مقرا سابقا للوزارة بوسط القاهرة ليصبح مقرا لاتحاد الصحفيين العرب، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسي. وأكدت الوزيرة على الدور المحوري الذي تقوم به مصر في احتضان المؤسسات والمنظمات العربية، فضلا عن حرص مصر على تقديم كافة أوجه الدعم للجهود الرامية لتعزيز العمل العربي المشترك. من جانبه وجه رئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب مؤيد اللامي الشكر للرئيس السيسي على مبادرته بدعم اتحاد الصحفيين العرب. استقبلت وزيرة التضامن الدكتورة مايا مرسي سفير دولة قطر لدى مصر طارق علي والوفد المرافق له لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات التنموية المتعلقة بالرعاية الاجتماعية وكفالة الأيتام وقطاعات الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادية، حيث تتطلع كافة الجهات في كلا البلدين لمزيد من التعاون في تلك المجالات. تابع وزير الإسكان شريف الشربيني موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بعدد من المدن الجديدة ومحافظة بورسعيد، كما تابع الوزير موقف مشروع صواري غرب كارفور بمحافظة الإسكندرية. وأكد الوزير على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة واختيار أفضل شركات المقاولات لتنفيذ تلك الوحدات.